هذا الأمر غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق. القضية ليست مادية، نحن فقدنا الآن عربة بث من أحدث عربات البث الموجودة الآن في المنطقة، ولكن القضية ليست هذه بالتحديد. نحن نتحدث عن حرية الصحافة ونعملها بشكل دقيق وموضوعي. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لكن مع ذلك أقول لك اختمت، وهذا أمر ينبغي أن يفهمه الجميع. نحن مراسلون موجودون على الأرض، لن يخلى الميدان، لن يخلى المكان أبدا، لن ينجح أي كان في ترهيب الصحفيين وتحديدا في ترهيبنا نحن. إن كان يخيل أي أحد أن يرهبنا وأن يجعلنا نخلى الميدان وأن لا نغطي بشكل دقيق وموضوعي ومحايد ومتوازن فهو واهم. نحن لسنا معنيين بهذه الانتخابات ولا بالاستشارات، نحن نغطي بشكل طبيعي وعادي. وكنا نحذر في الحقيقة، كنا نحذر. حتى أنا شخصيا وكنت في تونس اتصلت بزملائي هناك وقلت لهم يعني ينبغي أن نغطي المتظاهرين الذين يحتجون على ما يحصل الآن، هذا من حقهم، يريدون التظاهر والتعبير عن احتجاجهم ورغبتهم في أن يقولوا الاستشارات النبيلة بهذه الطريقة أنهم مخطئون. أنا قلت لهم وأنا من تونس ينبغي أن تغطوهم بشكل مكثف لأن هذا من حقهم. نحن كنا نعتبر أن تغطيتنا لكل هذه التظاهرات هي ربما ليس فقط جزء من مهنيتنا ولكن أيضا من التعبير عن حق هؤلاء أن يعبروا عن رأيهم، فإذا بهم يقتحمون الصحافة ويحرقون بهذه الطريقة هذا أمر غير معقول على الإطلاق، يعني غير معقول تماما يعني. وينبغي على أعلى هرم المسؤولين عن هذا التيار وغيره يعني يعتذروا بشكل صريح وواضح. نعم، أنا بدي أشكر كثير على هذا المداخلة لمدير مكتب الجزيرة في بيروت الأستاذ غسان بجيبو. أنا أود أن أقول لك أنا أعيد وأكرر أخي سمر، أعيد وأكرر النقطة الأساسية، نحن لن نخلي الميدان. نعم. أبدا أبدا أبدا. أنا طلبت الآن من قيادة الجيش أن توفر حماية لمكتبنا المركزي هنا في بيروت. وأعتقد أن من واجب القوى الأمنية أن توفر حماية لكل وسائل الإعلام بدون استثناء. لكن نحن كوسائل الإعلام، لا نحن ولا الـ NBC ولا المستقبل ولا اليو تي في ولا المنار ولا الجزيرة ولا العرب ولا أي كان، نحن لن نخلي المدان لأي كان، لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف. طبعا هيدا بالنهاية واجبنا الإعلامي، واجبنا تجاه الناس. هذه الممارسات الترهيبية لا تخيفنا مطلقا، لم تخفنا سابقا ولم تخفنا اليوم ولم تخيفنا في المستقبل. برجع بكرر تهنينا بالسلامة للفريق، يعني على أمل أنه يمضى هذا النهار على خير كمان دون المزيد من الإصابات والخسائر. غسان بن جدو مدير مكتب الجزيرة في